أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب، طلاب الصف التاسع، في دروس جديدة من دروس التربية الإسلامية. أهداف هذا الأسبوع: عليك تفسر مفردات مصطلحات جديدة من الدروس، وأيضا تذكر القيم المستفادة منها. سورة الأسراء، عزيز الطالب، تؤكد الآيات الكريمة حرمة التعدي على مال اليتيم، ووجوب الوفاء بالعهد، وإيفاء الكيل والميزان، واجتناب الظنون التي لا دليل عليها. من أنواع المسؤولية في الإسلام مسؤولية الإنسان عن حواسه من سمع وبصر وفؤاد، عليه أن يحذر من الشهادة على شيء أو قول شيء من غير علم يقين. أيضا موضوعات الآية الكريمة: المحافظة على مال اليتيم، الأمر بإيفاء الكيل والميزان، النهي عن اتباع الظن والتكبر، الأمر بتوحيد الله تعالى والنهي عن الشرك. تحذر الآيات الكريمة من اقتراب المال اليتيم، بالتعدي عليه والتصرف فيه بما لا يعود عليه بالنفع، لأن هذا المال أمانة في يد ولي اليتيم، ويجب عليه حفظه واستثماره بالوسائل الصحيحة التي فيها مصلحة لهذا اليتيم. أيضا ينفق عليه لتعليمه أو لسد حاجته من مأكل ومشرب أو يتاجر له فيه، مع الحرص على عدم تعريض المال لخطر الضياع حتى يصل اليتيم إلى سن الرشد الذي فيه يحسن التصرف في أمواله ويستطيع حفظ ماله بنفسه. وقد جاء التعبير القرآني بلفظ ولا تقربوا، لمزيد من الانتباه والحذر من التصرف في مال اليتيم بغير وجه حق. وترشد الآيات الكريمة لمبدأ خلقي عظيم، وهو وجوب الوفاء بالعهد، سواء كان العهد مع الله تعالى مثل التزام أوامره وشنب من أواهيه وأداء العبادات على أتم وجه، أما العهد مع الآخرين مثل حفظ أسرارهم وعدم التخلف على المواعيد وأداء الحقوق. الأمر بإيفاء الكيل والميزان، تدعو الآيات الكريمة إلى إيفاء المكاييل والموازين سواء أباع الإنسان أم اشترى، فيجب إيفاء الكيل وإعطاء الحق وافيا بالعدل من غير نقصان، وفي هذا خير للفرد والمجتمع في الدنيا، إذ به تتم البركة وتحسن العاقبة والمنقلب عند الله تعالى في الآخرة. أيضا تحذر الآيات الكريمة من أن يتبع الإنسان ما على علم له به من قول أو فعل، بل أمره سبحانه بالتثبت من المعلومة والخبر، في هذا إرشاد إلى الحذر من اتباع الظن الذي لا دليل عليه، فلا يتبع الإنسان ما لا يعلم من المعلومات التي تصله، بل يجب عليه التثبت من كل خبر، فهو محاسب يوم القيامة على حواسه من سمع وبصر وعقل، أيضا ما اكتسبته من جوارحه، فيسأل عن استخدامها لنعمتي السمع والبصر إن كان في حلال أم حرام. واختتمت الآيات أيضا بالأوامر والنواهي بالنهي عن التكبر، فلا يمشي الإنسان مشية المتكبر المتعجب بنفسه بخطواته لن تخرق الأرض مهما بلغ من قوة في الجسم أو مال أو جاه أو منصب. الأمر بتوحيد الله تعالى والنهي عن الشرك، إن الأمر بمحاسن الأعمال وكرم الأخلاق والنهي عن سيئاته هي الحكمة من التي أوحى الله تعالى بها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتحقق له السعادة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد حذرت الآيات الكريمة من الإشراك بالله تعالى، وبينت إن من يشرك به مصيره النار، نادما متحسرا مطرودا من رحمته سبحانه وتعالى. لم يكن في مكة المكرمة قبل الهجرة النبوية مؤسسات مجتمعية تكفل للأيتام، بل كانت الرعاية فردية، لذا جاء التعبير القرآني بلفظ يتيم مفردا في الآيات المكية. أما في المدينة المنورة فقد اتسع المجتمع الإسلامي وزاد عدد أفراده، وأصبح ازدياد عدد اليتامى طبيعيا، وصار وجودهم ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى رعاية مجتمعية. نزلت بعض صور القرآن الكريم وآياته الكريمة لأسباب معينة مثل وقوع حادثة أو للإجابة عن سؤال وجه إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أسباب نزول القرآن الكريم: علم القرآن هو أحد المباحث المتصلة بالقرآن الكريم، حيث بيان ترتيب آياته وسوره ومراحل جمعه وكتابته والقراءات القرآنية وأسباب نزوله وتفسير آياته وغير ذلك من العلوم المتعلقة به. أيضا بذل المسلمون جهودا عظيمة لخدمة القرآن الكريم والعناية به، وكان منها جمع أسباب نزول القرآن، آيات القرآن الكريم وسوره وبيان صحيحها من ضعيفها. أيضا سبب النزول هو الأمر الذي نزلت السورة القرآنية والآيات الكريمة من القرآن الكريم بشأن مثل وقوع حادثة أو توجيه سؤال إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خاص بما جرى بعد بعثه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الوقائع والأحداث التي ذكرت في القرآن الكريم وحصلت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم فليست من أسباب النزول، مثل ذكر أحداث الأمم السابقة. أيضا تتمثل أهمية معرفة سبب النزول بأنه يؤدي إلى فهم الآيات الآية الكريمة فهما سليما، ويزيل اللباس عند الوقوف على معناها الظاهري. من الأمثلة عليها ما رواه عروة بن الزبير قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما.
أيضا صور أسباب النزول، تعددت صور أسباب النزول، وقوع بعض الأحداث التي تحتاج إلى بيان حكمها، الإجابة عن سؤال وجه لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معالي بعض القضايا المجتمعية. من أمثلة ذلك ما رواه ابن عباس فقال: كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين. قال: فأنزل الله تعالى قوله: ولا تنكحوا ما نكح أباكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. شاكر لكم أعزائي الطلاب، حسن استماعكم وتعاونكم.